كان في اتهام لحملة عمرو موسى بتزوير 500 توكيل لها في الأقصر، ونيابة الأقصر أمرت بحبس المتهم مصطفى محمد أحمد أمين بالسجل المدني على ذمة تحقيق 4 أيام. وعلى جانب آخر نفت الحملة أن يكون في تزوير في التوكيلات. وفيما يتعلق بهذه الحادثة، أكدت الحملة امبارح في بيان لها أن هي تحقق في الموضوع وتشوف صحة البلاغات دي أو في تزويرات أو في التوكيل أو لا. وعلى جانب آخر بقى، بكرة معركة تأسيسية الدستور في لجنة السبت لاختيار أعضاء التأسيسية أمام البرلمان، وعدد من الأحزاب والقوى الليبرالية قررت إنها تطلع في مظاهرات أمام مجلس الشعب غدا السبت للاحتجاج على تأسيسية الدستور. بعض الناس شايفين إن الإخوان أو حزب الأغلبية في نظام 50% 50% يحتكر وضع الدستور، وإن الدستور ده هيبقى مش ممثل بكافة طوائف الشعب المصري، خصوصا وإن النص الدستوري في الإعلان الدستوري للمادة 60 بيقول إن الدستور ده يتم انتخابه أعضاء تأسيسيته من قبل مجلس الشعب ولكن لا يضعه أعضاء مجلس الشعب. يعني الدستور ينتخب من قبل الشارع المصري ولا ينتخب أو يضع الدستور المصري. وفي خلال هذا الحديث علق فقيه الدستوري ثروت بدوي، قال إن هو لا يجوز أن يقوم أحد أعضاء مجلس الشعب بوضع الدستور المصري لسبب إن المخلوق لا يأتي بالخالق، أي أن الدستور هو الذي يأتي بالبرلمان ولا يأتي البرلمان بالدستور.